هناك شكوى كبيرة جدا من السياسيين ومن الخطباء ومن الإعلاميين فكرة مظاهر العنف في المجتمع، في عنف شرس وأصبح في تحرش وفي تعصب. طيب يا عم الحاج، أنا وأنت من أين يأتي هذا التعصب؟ من أين يأتي هذا العنف؟ أحد الأسباب اللي مشهورة جدا عندنا إن كل كتب التاريخ عندنا تحتفي بالعسكريين، وكل الأغاني تحتفل بالشجعان والبطل المغوار، وكل الأفلام بتمجد البطل اللي قتل فلان وقتل 10 وموت 5، الأفلام الهوليودية اللي هو باتمان واللي بيطير واللي بيقتل. هذا الاحتفاء بالعنف على مستوى السينما والتراث الشعبي والأمثال واللي يعني اللي ضربك اضربه، كل هذه الأشياء دون أن نشعر تؤدي أن تمجد العنف، يصبح الفتوة والبلطجي هو المقدم في المجتمع. طبعا الان شايفين انتوا الافلام رمز البال البلطجي وفتح السكاكين وفتح الصدور وكل هذه الاشياء نحن نخرجها فنيا، بنقولها في حكاياتنا، بتحكيها الجدات، بنقولها في مثل شعبي، تتحول حتما الى عنف في المجتمع على مستوى اللفظي والجسدي. فانا مستغرب جدا بنقول العنف دي جه منين؟ قلتم ان هذا، قل هو من عند انفسكم. عاوزين نغير ثقافتنا للسلام، للمحبة، للوئام، احكوا عن السلام، اتكلموا عن المحبة، احكوا عن الوئام، محتاجين أفلام عن التسامح، وبعدين المخرج إن شاء الله يتحسن. لكن إذا ظللنا نمجد العنف على مستوى القصص والسينمائي والإخراجي والأمثال الشعبية والحكايات في الحواري، لا أتوقع أن يتغير الواقع إلى السلام والمحبة والوئام. غير يا عم السرد والتاريخ، هيتغير الواقع والمستقبل إن شاء الله.